مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نرصد في هذه الحلقة أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى. قوى مؤثرة تستعين بدولة خليجية لإعادة المنسحبين من الانتخابات. في العربي الجديد، العراق خلافات على تقاسم أصوات الحشد الشعبي في الانتخابات. نقرأ في الشرق الأوسط، عاد التحالفات إلى المربع الأول لقاء والملك بارزاني يمثل استفزازا للصدر. ونطالع في الزمان، دعوات إلى انعقاد البرلمان ومناقشة الحملة غير المدروسة لإزالة التجاوزات. في الخليج الإماراتية، خلافات الحقائب والأسماء في لبنان تقرب ميقات من الاعتذار. نطالع في القدس العربي، طالبان تطلب دعما تركيا لإدارة مطار كابول وروسيا تحذر من هجمات إرهابية. وفي البيان الإماراتية، البنتاغون ملتزمون بموعد 31 من شهر آب لإنهاء الإجلاء من أفغانستان. عادت مناطق حزام بغداد الشمالي إلى الواجهة مجددا، ولا سيما قضاء الطارمية ومحيطه الغني بالموارد الزراعية والصناعية. هنا جهاد بشير ذكر في صحيفة البصائر أن عودة موجة الاستهداف الطائفي لقضاء الطارمية ومناطق الحزام الشمالي لمدينة بغداد ليست جديدة، فقد دابت حكومات بغداد منذ سنوات على أن تكون هذه المنطقة هدفا موسميا ومقصدا متكررا كل مدة من الزمن في حملات عسكرية وحصار اقتصادي وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان. كل ذلك يصب في اتجاه واحد، وهو إفراغ المنطقة من سكانها المحليين وتهيئتها لتكون محطة في مشروع إيران الديمغرافي الذي كان قبل بضع سنين نظريا أقرب من كونه ميدانيا، لكن أحدا لم يلتفت إلى ذلك أو لم يكن يرد تصديقه، رغم أن إماراته كانت بادية بوضوح، بل قوبلت تحذيرات القوى العراقية المناهضة للعملية السياسية في هذا الشأن بردود أفعال ساخرة عند الكثير ممن يتباكى اليوم على واقع حال العراق عامة ومناطق أحزمة بغداد بكافة اتجاهاتها خاصة. وفي الآونة الأخيرة بدأ للأحزاب الطائفية المرتبطة بإيران أن تعيد الكرة مجددا صوب حزام بغداد الشمالي بعدما أجهزت على الأهالي في نظيره الجنوبي، فأخذت تطلق حملات تحريضية على الطارمية وعشائرها، وذلك كله ليس سوى مرحلة من مراحل مشروع إيران الديمغرافي لإعادة هيكلة شكل المناطق المحيطة ببغداد. تجري عمليات استهداف أحزمة بغداد في وقت تعتزم أنظمة دول الجوار العراقي المجيء إلى العاصمة لعقد مؤتمر الجوار، وفي الوقت الذي تدرك هذه الأنظمة جيدا أنها تعقد قمتها في مكان تحاصره طهران من كل جهاته، فإن عنوانة اللقاء باسم بغداد خطوة مفضوحة ومناورة مكشوفة الأوراق لا تغيب مقاصدها إلا عن ساذج أو مغلوب على أمره. الكاتب دعا أنظمة دول الجوار أن تدرك جيداً أن استمرار اعترافها بالعملية السياسية وتعاملها مع حكومة بغداد المنبثقة عنها ليس سوى وسيلة تمهد الطريق لطهران في أن تدس يدها في أمن تلك الدول واقتصادها وسياستها، وأن وقوع ذلك أو بيان نتائجه لا يحول بينه وبين أن يظهر للعيان إلا عامل الزمن. التحالفات المبكرة التي تسبق الانتخابات ستكون في أوج تقدمها في الأسابيع القليلة المقبلة في محاولة لتجاوز العقبة المستديمة المسمى الكتلة الكبرى المكلفة بتكوين الحكومة.
والتطور الأخطر سيكون في حال المضي عمليا بمغادرة التيار الصدري. وفي هذا السياق ذكر فاتح عبد السلام في صحيفة الزمان أن هذا الاحتمال الذي يراه كثير من المتابعين حقيقة ليس له حظ من التحقق في المشهد السياسي الذي لا يمكن أن يمضي في استمراريته إذا غادر الصدريون السباق الانتخابي. هناك مسميات قديمة دأبت فيها الروح بعد استعادة حركة طالبان الحكم في أفغانستان، والمقارنة هنا ليست بعيدة في مشهد أفغاني عراقي متزامن ومتشابه في زمن التكوين، يواجه معا استحقاقات أمريكية إيرانية دائما. المشكلة المزمنة في العراق هي أن هناك استعدادات كبيرة مستمرة لتكرار الأخطاء والعيش في وهم البداية الجديدة التي هي مجرد إعادة رتيبة لماضي من الخطوات والمواقف والسياسات المنبوذة من العراقيين حتى تكون هناك بداية جديدة تحظى بتأييد الشعب. ليس مهماً أن يكون الوجه جديداً فقط، وإنما السياسات والتوجهات العامة جديدة وانتقالية من وسط البحر المتلاطم إلى ضفة آمنة يستشعر العراقيون جميعاً أنهم وصلوا إليها من دون ترك قسم منهم تائهاً أو غارقاً أو مغيباً أو صيداً سهلاً لعواصف البحر وأهواله وقراصنته لأي سبب من الأسباب التي اعتاد الجميع على سوقها. في حال وصلنا إلى مرحلة الضفة الآمنة ستكون جميع الدورات الانتخابية اللاحقة بعد ذلك سياحة سياسية وطنية في بلاد حدودها آمنة والعيش فيها كريم وآمن. لم يعد الشعار السياسي الذي يرافق خائضي الانتخابات مجديا أو مؤثرا لدى الناس الذين كفروا بالعهود التي تولد منكوثة وميتة. أضاف الكاتب أن البضاعة نفسها تدور في السوق السياسي من دون تغيير أو من دون نية على الخروج من المستنقع العقدين الأخيرين، وهذا ما سيكون لدى العراقيين بعد انتهاء الانتخابات وإعلان حكومة جديدة، بالرغم من أن ذلك سيحدث بعد أن تقع الفأس بالرأس. بشرتنا المبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت أمس أن الانتخابات المقبلة ستكون هذه المرة مختلفة وأساسا لمستقبل العراق، وطلبت من هذا الشعب أن يصبر حتى ظهور نواب المرحلة المقبلة، فهم الذين سينقذون هذه البلاد. وفي هذا السياق ذكر علي حسين في صحيفة المدى أنه منذ انتخابات عام 2006 امتلأت حياتنا بمطولات وأغاني حماسية عن موت المحاصصة والطائفية. هكذا وجد العراقيون أنفسهم يعيشون في ظل ما يسمى انتخابات ترفع شعار المجرب لا يجرب. ماذا وجدنا أمس في البرلمان؟ وجدنا أن معظم ساستنا يدافعون باستماتة عن استمرار العراق في موقع المتقدم في جدول البؤس والخراب العالمي. هذه المكانة العالمية المرموقة وصل إليها العراق نتيجة حاصل جمع 328 نائبا لا يريدوننا أن نغادر عصر الانتهازية السياسية. وكما نعرف فإن وراء هذا الإنجاز الكبير منظومة متكاملة تحارب على أكثر من جبهة لكي تضع العراق في قاع سلة بؤساء العالم، منظومة تعمل في تناغم بديع وتمارس برشاقة هواية التزلج على سطح المحاصصة. غير أن هذه الحالة من البؤس التي لا تريد أن تلتفت إليها بلاسخارد ليست أكثر من عنوان دال ودقيق على حالة البؤس التي ترفل بها ممثلية الأمم المتحدة في العراق. ولأن البؤس بالبؤس يذكر، فما زال المواطن يسأل عن الأموال التي صرفت على الكهرباء، لا تزال الحيرة تملأ وجوه الناس وهي تشاهد أعضاء البرلمان
يظهرون من على الفضائيات في مسلسل عصر التغيير، لكن للأسف تحول بعض النواب من لاعب مغمور ومفلس إلى صاحب مشروع استثماري يدر الملايين من الدولارات، وفي الوقت الذي مارست فيه القوى السياسية أكبر عملية تزوير على المواطن من خلال فيلم الانتخابات عابرة الطوائف. أضاف الكاتب بأن على بلاسخارت أن تفهم أن التغيير ليس صناديق انتخابات فحسب بقدر ما هو تفكيك بنية فاشلة ترى في كرسي الحكم حقا شرعيا وليس خدمة لمصلحة الوطن. في صحيفة العرب اللندنية علق خير الله خير الله على تصريحات وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان في البرلمان الإيراني بشأن دعم الميليشيات في المنطقة والسير على خطى قاسم سليماني. الكاتب ذكر أن من يقرأ ما ورد على لسان أمير عبد اللهيان يكتشف إلى أي مدى تبدو الرهانات الإيرانية خطيرة ليست على إيران وحدها فحسب وإنما على المنطقة كلها. على ماذا تقوم سياسة قاسم سليماني التي يبدو أن عبد اللهيان مصر على السير فيها؟ تقوم هذه السياسة بكل بساطة على استخدام الميليشيات المذهبية في الترويج للمشروع التوسعي الإيراني ونشره وفرضه كأمر واقع. إن في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو اليمن، كل ما يعنيه كلام وزير الخارجية الإيراني الجديد الذي خلع القناع المبتسم الذي كان يغطي وجه سلفه محمد جواد ظريف، أن إيران مصممة على سياسة عدوانية تصب في المزيد من التدمير والتخريب للعراق وسوريا ولبنان واليمن. لا أفق لهذه السياسة غير نشر الفوضى التي في أساسها ميليشيات محلية تعتمد على إثارة الغرائز المذهبية، ميليشيات من نوع الحشد الشعبي في العراق، ومجموعات مسلحة ذات مشارب مختلفة في سوريا، وحزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن. مطلوب استسلام العراق لإيران، ما ينطبق على العراق ينطبق أيضا على سوريا ولبنان واليمن، حيث المطلوب قيام كيان سياسي في الشمال اليمني يكون مجرد جرم يدور في فلك إيران. مطلوب أن يكون الكيان الحوثي دولة قابلة للحياة وقاعدة صواريخ إيرانية في الوقت ذاته، صواريخ موجهة نحو المملكة العربية السعودية وكل دولة من دول الخليج العربي. أضاف الكاتب أنه عاجلا كان ذاك أم آجلا فسيتبين أن كل ما تقوم به إيران يصب في مشروع عبثي سيرتد عليها. من يستثمر في الميليشيات المذهبية وفي الطريق الذي سلكه قاسم سليماني هو العبث حتى لو استسلمت الإدارة الأمريكية للشروط الإيرانية. بعد أشهر من التصعيد الكلامي بين البلدين، أعلنت الجزائر الثلاثاء الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مسوغة ذلك بأنها أعمال عدوانية على المملكة وبسبب خلافات عميقة بين البلدين. صحيفة القدس العربي رأت في افتتاحيتها أن هذا الحدث يعد علامة فارقة في درجة سوء العلاقات بين البلدين، لكنه ليس حدثا منفصلا، فهناك تاريخ طويل من التوتر بين البلدين يمكن إعادة توثيقه منذ عام 63 و900 وألف تحول خلاف حدودي بين البلدين إلى مواجهة عسكرية. الحدث الأبرز في تاريخ التوتر كان موقف الجزائر من قضية الصحراء ومنظمة بوليساريو التي كان سبباً في أول قطع للعلاقات بين البلدين عام 1976. احتاج البلدان قرابة 13 عاماً ليطبعا العلاقات بينهما مجدداً، لكن التقارب في الحقيقة يبدو هو الاستثناء في التاريخ المشترك، فقد عادت الجزائر في عام 1994 إلى إغلاق الحدود مجدداً
كرد فعل على فرض الرباط تأشيرة دخول على الجزائريين، الأمر الذي تكرر مؤخرا. خلق الدعم العسكري والمالي والسياسي الذي تقدمه الجزائر إلى بوليساريو واعتبار الرباط قضية الصحراء خطا أحمر إلى نشوء نمط معتاد تستدعيه الأجهزة الأمنية للبلدين كلما استعر الخلاف بينهما، ويتمثل باتهام سلطات كل بلد للآخر بالمسؤولية عن أعمال إرهابية، وهو ما فعله المغرب باتهام الجزائر بدعم إرهابيين استهدفوا فندقا في مراكش عام 1994، واتهام الجزائر للرباط عام 1999 بإيواء جماعات مسلحة جزائرية، رغم وجود غالبية شعبية مغربية مؤيدة لمواقف سلطات الرباط فيما يتعلق بالصحراء، فإن معارضين كثيرين يعتبرون أن المؤسسة الحاكمة ارتكبت أخطاء كبيرة في هذا الملف، وأن عددا من الجنرالات يستفيدون من إبقاء النزاع مستمرا بين البلدين، وهو ما يوفر لهم ذخيرة جاهزة أيضا لاتهام الجزائر أو لصرف أنظار الشعب عن أي أزمات. الصحيفة رأت أن مصالح راسخة تكرست للمستثمرين في هذا الصراع، فاستمرار الخلاف هو باب لصرف الثروة على تسليح الجيوش وإبقاء الجيوش للسيطرة على الشعوب وليس لحمايتها. ننتقل إلى تقرير في صحيفة التايمز البريطانية، ذكر أن رفض رئيس تونسي قيس سعيد التخلي عن الإجراءات الاستثنائية التي فرضها منذ أشهر وإعلانه تجميد عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى ينذر ذلك بانزلاق الديمقراطية الوحيدة المنبثقة من الربيع العربي نحو الدكتاتورية. الصحيفة استعرضت بعض ردود الفعل التي أثارها قرار سعيد، إذ أدان المقرر الدائم في البرلمان الأوروبي مايكل جيهلر الخطوة التي أقدم عليها الرئيس التونسي وعدها هجوما على الديمقراطية في تونس، في حين اتهمت حركة النهضة سعيد بأنه يجر البلد بعيدا عن حكم القانون. وذكرت الصحيفة بأن قيس سعيد أستاذ القانون السابق الذي فاز في انتخابات عام 2019 بصفته مرشحا مناهضا للفساد سوغ القرارات التي اتخذها الشهر الماضي ومحاصرة الجيش مقر الحكومة وفرض حظر التجوال بالوضع الاقتصادي السيء وتفشي فيروس كورونا وتداعيات عجز الحكومة السابقة التي شلت حركتها الخلافات السياسية. وقالت إن استطلاعات الرأي تشير إلى أن قرارات سعيد تلك حظيت حينئذ بدعم شعبي، إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت تنامي الشعور بعدم الارتياح في الشارع التونسي من الانزلاق نحو الاستبداد الذي تشهده البلاد. وأشارت التايمز إلى أن سعيد لم يعين بعد رئيسا للوزراء خلفا لرئيس الوزراء السابق هشام المشيشي الذي أقاله، كما أقدم على اعتقال عدد من نواب البرلمان استنادا إلى تهم قديمة، ووضع قضاة ورجال أعمال ومسؤولين قيد الإقامة الجبرية، ومنع بعضهم من السفر خارج البلاد من دون أسباب وجيهة. واختتم تقرير الصحيفة أن قيس سعيد لم يكشف بعد عن خريطة طريق توضح كيفية استعادة الحريات الديمقراطية المعطلة، على الرغم من الأصوات الكثيرة التي تطالب بذلك، وقد رد بأسلوب ساخن الجمعة الماضي على تلك المطالب قائلا: إن من يتحدث عن الخرائط فليبحث في كتب الجغرافيا، مؤكدا أن الطريق الوحيد الذي سيحتاج إليه هو الطريق الذي رسمه الشعب التونسي على وفق تعبيره. من أخبارنا المنوعة، كشفت شركة فيرجن هايبرلوب لنقل الركاب عن استحداث التكنولوجيا يمكن من خلالها نقل عملائها بشكل مريح وآمن وهادئ بسرعات تصل إلى 670 ميلا في الساعة. نعم، وذلك وفقا لمقطع ترويجي جديد من شركة النقل الناشئة. فقد أوضح هذا المقطع الذي نشرته الشركة
أوضح كيفية تسارع كبائن الركاب وسط أنبوب فارغ عبر الدفع الكهربائي كانت تنزلق خلاله من دون أن تلمس المسار فعليا بفضل خاصية الرفع المغناطيسي التي تحد من السحب الديناميكي الهوائي. تعد سرعة قطار فيرجن أبرلوب التي تبلغ كما ذكرنا 670 ميلا في الساعة أسرع بعشر مرات من القطار التجاري النموذجي وأسرع بثلاثة أضعاف من سرعة القطار عالي السرعة الحالي. وعلى عكس الطائرة التجارية فإن تكنولوجيا هايبرلوب لا يكون لها أي انبعاثات كربونية مباشرة وتتحرك مركبة هايبرلوب في مجموعات لكنها غير متصلة كعربات السكك الحديدية التقليدية ولن يتعين توجيهها إلى الوجهة نفسها. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم. في السبت المقبل إن شاء الله لنا لقاء وصداقة جديد في رعاية الله.